قول لي الحركة بكرة إن شاء الله يعني متجه لإيه بقى؟ التفاصيل يعني متابعتها للانتخابات هتتم إزاي؟ من حيث إيه، واجب القضاء ولا واجب الشعب؟ قول نسمع من سيادتك الاثنين. بالنسبة لواجب الشعب، أنا بدعو شعبنا الجميل، الشعب المتحضر، الشعب الراقي العريق الذي قام بهذه الثورة السلمية ولم تشهد أحداث حتى في المنطقة اللي حوالينا. أنا بدعو هذا الشعب إلى التوجه وبعد بكرة إلى صناديق التصويت ولجان الانتخابات في هدوء ونظام للإدلاء بأصواتهم في هذا العرس الديمقراطي اللي أول مرة فيه بيبقى فيه انتخابات حقيقية ومنافسة حقيقية فعلا، 13 مرشح لرئاسة الجمهورية. صحيح. هذا العمل العظيم اللي احنا هنبدأ ندخل فيه فعلا من بكرة عشان مصر الجديدة، كل يجب أن يهتم بهذا الواجب وأداؤه. شعبنا إن شاء الله احنا بنقول له يجب أن تتعاون مع السادة القضاة الذين لا يقل واجبا في أدائه عنك أبدا. يجب أنك أنت إذا كانت سيدة منتخبة فعليها أن تكشف وجهها ويدها علشان نتأكد من شخصيتها. إذا كان هناك حسب ما تردد أخيرا أن عدد كبير من رجال الشرطة ومن رجال قواتنا المسلحة قيدوا أنفسهم في كشوف الناخبين، أنا بدعوهم بل وأناشدهم إن هم ما يروحوش أو ما يدلوش بأصواتهم، لأن هذا فيه مخالفة صارخة للقانون. ليس هذا فحسب، أنا بقول إن كل ناخب يجب أن يتعاون ويكون على حرص ويقظ أخذ بكرة إن شاء الله حتى نرد على هؤلاء اللي بيروجوا شائعات بأن ستكون هناك أحداث وبيحاولوا يجددوا كلما كان حدث مليونية أو وقع شيء كانوا بيرددوا إن هناك ستكون أحداث في الشارع. إن شاء الله لن تكون هناك أي أحداث. هذا الشعب الراقي الذي قام بهذه الثورة السلمية أن يسمح أبدا بأي أحداث شغب أو غيرها بكرة في اللجان أو في الشارع المصري إن شاء الله. إن شاء الله. بالنسبة للقضاء حضرتك، إحنا شكلنا جماعة قضاء من أجل مصر. هذه الجماعة بتهتم فعلا بالتواصل مع الزملاء اللي موجودين في اللجان، وتواصلنا دوت قائم على عدة محاور دعوية. أولا بندعو زملائنا وتداولنا معهم في أن عند تسليم ورقة التصويت لابد أن القاضي يضع عليها ختمه أو توقيعه عند تسليمها عشان نتفادى مسألة الورقة الدوارة وهي ضرب من ضروب التزوير. أيضا طالبنا القضاء بضرورة أنه يكون بيسمح لمنظمات المجتمع المدني ولرجال الإعلام وللمندوبين المرشحين يسمح لهم بمتابعة الانتخابات بصدر رحب وصبر طويل جميل إن شاء الله، علشان نطمئن الناس ونطمئن شعبنا الجميل إن زمن تزوير الانتخابات قد أصبح في خبر كان. طب سيادة المستشار، يعني بالنسبة حضراتكم عملية التصويت أنها تتم في سهولة ويسر، مراعاة كبار السن، مراعاة المرأة، مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة. اليوم التالي إن شاء الله بعد إغلاق باب التصويت سيتم إغلاق الصناديق ثم إعادة فتحها للفرز. الفرز بعد ما يتم وبما طالب أنه يكون في علنية، إن حضرتك بنقول إن سيتم تحرير محاضر للفرز. صحيح. هذه المحاضر اللي بتبقى من يسلمها القاضي إلى اللجنة العليا، إحنا بنقول للقاضي وطبقا للقانون يحرر عدد من المحاضر فيها عدد صوته وعدد الأصوات الباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، هيعطي صورة من هذا المحضر لمندوبين المرشحين. ليس هذا فحسب، ولكن احنا بنقول له لا حرج علينا، لا أبدا،
ان احنا نعطي اي صورة لمن يرغب من رجال الاعلام او منظمات المجتمع المدني للتضمين ايضا ولضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها، لان مجموع اللجان الفرعية، مجموع الحاصلين على الاصوات في اللجان الفرعية سترسل الى اللجنة العامة، وتجميع اللجان العامة هو اللي هيرسل الى اللجنة العليا لتكون النتيجة النهائية. ربنا معاك وستة جميع. ان هذه اليومين الاربع والخميس تكون يومين فعلا عرس لمصر لا يعكر صفوها اي شيء. جميعنا علينا ان احنا نتعامل بهدوء وبرفق، وان شاء الله تعاوننا ده هيسر ونخرج اجمل ما في الشعب المصري كما شهدناها ايام الثوره.